طيب، الشفاعه امر خطير جدا، ومن اسباب الشرك بالله عز وجل ان المشركين اتخذوا من دون الله اولياء وقالوا هؤلاء شفعاء عند الله، يشفعون لنا عند الله. وتارة يقول ماذا؟ يقول هؤلاء يقربون إلى الله زلفى. فهذه من أكبر شبههم، أن اتخذوا من دون الله أولياء بحجة أنهم يشفعون لنا عند الله. والشفاعة معناها التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر. والتوسط للغير زعموا بأن هؤلاء الأولياء يتوسطون لهم عند الله عز وجل، وزين لهم الشيطان أعمالهم فدعاهم إلى عبادة الأولياء بزعمهم أن هؤلاء إذا عبدوهم ودعوهم من دون الله هم بدورهم يبلغون الله حاجاتهم ويشفعون لهم عند الله ويتوسطون لهم عند الله. وهذه شبهة قديمة وما زاد قائمة بل وتزداد. فقولك أولياء، طيب أولياء لأنفسهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب أكمل الآية، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم أنفسهم الأولياء يدعون الله وحده لا شريك له، آمنوا بالله واتقوا الله عز وجل وعبدوا الله وحده لا شريك له. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هم أنفسهم عباد لله تبارك وتعالى. بل الله جل وعلا أمر عباده أمرا أن يدعوه وحده بلا واسطة، فقال في مواضع من كتابه يدعو عباده أن يدعوه ويسألوه. قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واقرأ كتاب الله من قصة آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم تجد أن لكل رسول دعاء وأدعية، دعا الله عز وجل فاستجاب الله له. ربنا يقول فاستجبنا له فلنعم المجيبون. آدم عليه السلام دعا ربه، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاستجاب الله له وتاب عليه. نوح دعا ربه جل وعلا إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل واجعل هذا بلدا آمنا. موسى عليه السلام إني لما أنزلت إليه من خير فقير، دعا ربه جل وعلا. عيسى بن مريم دعا ربه جل وعلا إذ قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. ماذا كان يفعلون؟ ما منهم من أحد إلا ما يدعو من؟ الله وحده. الملائكة يدعون الله عز وجل، يقول إيش؟ اغفر لمن تأيش لمن الذي يحمل عرشه ومن حاول يسبحهم بحمد ربهم ويستغفر الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا. ملائكة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله وحده ويأمر بذلك. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وكان يقول اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. بهذا أمرنا جل وعلا، وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا فعل، والصحابة كذلك. ما في دين الله عز وجل شيء اسمه ايش؟ تدعو من دون الله اولياء بزعم انه يشفع لك عند الله او يقربك عند الله. هذا ليس من الدين ابدا، بل هذه من البدع الاصليه التي زينها الشيطان لاوليائه، فامرهم ان يعبدوا الاولياء والشمس والشيطان وغيره كله من دون الله
بزعم أنهم هؤلاء شفعاءهم عند الله أو يقربهم عند الله. والله يقول جل وعلا قل الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة ما هي إلا كرم من الله عز وجل يكرم به الشافع ليشفع، ولو شاء الله جل وعلا لغفر لمن شاء وهو يغفر لمن يشاء بدون شفاعة، لكن كرامة لهذا الشافع يعطي شفاعة لكي يدعو الله فاستجيب الله له. إذن هي بيد الله عز وجل، حتى من كان يرغب أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل؟ يسأل من؟ يسأل الله، اللهم مثلا اللهم ارزقني شفاعة نبيك، ما يقول يا رسول الله اشفع لي. فإن قال قال ولكن يوم القيامة الناس يأتون إلى نوح ثم إلى يأتون إلى آدم ثم نوح ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلوات ربي وسلام عليهم جميعا، وكل من يقول إيش ألا ترى ما نحن فيه، ألا تدعو الله لنا، نقول هذا يوم القيامة. والذي قال الحديث حديث الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ونفسه لم يعلمنا أن نذهب إلى فلان وعلان ونقول إيش الأموات ونقول ادعو لنا عند الله أو اشفع لنا عند الله، لكن يوم القيامة ربنا جل وعلا يحيي البشر فيكون أحياء أمامهم. ولذلك من أتى إلى حي حاضر وقال ادعو الله لنا قم فاستسقي لنا هذا لا بأس به، لكن تدعو ميت من دون الله عز وجل وتسأله الشفاعة أن يشفع لك عند الله، وهذا الميت ما نفع حتى نفسه لما مات، ما استطاع أن يجرد نفسه من ثيابه، وإن كان شهيدا وقد قتل في ثيابه ما استطاع أن يدفع عن نفسه القتل والشهادة يقتل. ربنا جل وعلا يقول وما أنت بمسمع من في القبور، ربنا يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ربنا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وأنت تقول اشفع لي اشفع لي. ربنا جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ربنا قريب سميع مجيب، ينزل السماء الدنيا يدعو عباده أي يسألوه، يقول استطعموني يطعمكم، استهدوني أهدكم، استكسوني أكسكم، استغفروني أغفر لكم. فلماذا يدعى غير الله عز وجل؟ قوله الحق، فقال ادعوني أستجب لكم. فانظر كيف هذا بعيد جدا كل البعد عن التوحيد والاستقامة، لما دعا غير الله من الأموات والأولياء زاعما أنهم يشفعون عند الله. هذا ضلال مبين والشرك أكبر، ومع ذلك الناس ما زالوا غرغى فيه، حتى ممن ينتسب للإسلام تجده يدعو غير الله عز وجل. في زمن مضى في زمن الجاهلية يدعون غير الله في الرخاء ويخلصون للدعاء الدعاء لله في الشد، اليوم ماذا يفعل أو عباد الأولياء؟ يدعون غير الله في الشدة والرخاء، فهؤلاء أعظم شركة من أولئك وكلهم مشركون. فالمهم الشفاعة هذا باب انفتن فيه من انفتن، في شفاعة نعم في شفاعة لكنها لله جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، الجواب من ذا الذي من هذا، الجواب لا أحد، فما تنفع شفاعة الشافعين، إنما الشفاعة بيد الله عز وجل يكرم الشافع ليشفع فيتوسط لغيره. في شفاعة في الدنيا تأتي شخص من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيبه منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفله منها، لا بأس اشفع وتؤجر. فتسأل لأخيك حاجة عند فلان، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، يتوسط الغير إن شاء الله نفع بشفاعتي، وإن لم يشأ لم يتم. حتى أنه شفع ذات يوم لمغيث عند بريرة، وكان زوجها وكان مملوكين فأعتقت وبقي مملوكا، فكرهت أن تبقى معه وكان يحبه حبا شديدا ويطاردها
في سكك المدينة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو شفعت لمغيث. فأتى إلى بريرة وهي مملوكة اعتقتها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: هل لك في مغيث؟ فقالت: يا رسول الله، تأمرني أم تشفع؟ إذا أمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله والرسول فقد ضل ضلالا مبينا. تأمرني بصفتك نبي، تأمرني ولا تشفع؟ جئت للشفاعة. قال: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة عمل صالح يسعى به الإنسان، إن تحقق فبها ونعم، وإن لم يتحقق فقد أدى عملا صالحا، ويقضي الله ما يشاء. واضح؟ أما أن تذهب للأموات تدعوهم في الليل والنهار، تسألهم الحاجات بجميع اللغات عبر القارات، وهذا في آخر الدنيا يقول لفلان اشفع لي، وآخر في أقصى الكرة الأرضية، واحد في الشمال، واحد في الجنوب، واحد في البحر، واحد في البر، وكل منهم يقول: يا فلان اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي. والله يقول في كتاب: إنك ميت وإنهم ميتون. قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة أقرب الناس الذين دفنوه صلوات ربه وسلامه عليه ما كانوا يسألونه أن يشفع لهم وقد مات. واضح؟ فهذا باب خطير جدا. إذن هي التوسط عند الله بجلب منفعة لأحد أو دفع مضرة عن أحد، هذه الشفاعة المقصودة في باب العقيدة والتوحيد. لا الشفاعة اللي بين الناس واحد يشفع لفلان، هذه جائزة، لكن من تلبيس أهل البدع عباد الأولياء يقول إذا كان لا يجوز، إذا ما يجوز أن تطلب شفاعة من فلان عند فلان، يقول هذا ولا يقولون، يقولون هذا. حتى إذا قلت لهم لا تدعو غير الله، قال: إذا لو قلت لزوجتك ائتني بكأس ماء، هذا الشرك بعد، لأن إيش قلت لها؟ سألتها أن تعطيك. هذا المقصود، أن تسأل غير الله من الأموات من الغائبين حاجات لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. كان يقول: خذ بيدي أنقذني من نار جهنم، أدخلني الجنة، أرزقني الولد. تدعوه ميت، لو سألت حيا في أمر يقدر عليه أعطني كذا، ما في حد يقول هذا إيش؟ هذا شرك. وليس هذا ليس أصلا الكلام في هذا الباب، استعانة بغير الله شرك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب وإذا استعنت بأخ لك أن يأخذ بيدك، ولا أن ينقذك، ولا أن يغرقك من ينقذك من غرق، هلا خليه يغرق، شرك. هذا شرك مشرك، يقول إيش؟ أدركني يا فلان. لا، ليس بشرك ما دام إذا كان حيا وقادرا، يقول لا ادركني بكذا، أو احميني بكذا، أو ادفع عني كذا، أو ارفع عني كذا، أو اطفئ الحريق. ليس هذا وصل الموضوع. ولذلك بعضهم يقول الاستعانة بغير الله شرك، ينشرون هذا. اي نعم، استعانة بغير الله شرك. طيب ربنا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني استعينوا بالصبر والصلاة عندكم مشرك، متقول الاستعانة بغير الله شرك. طيب ربنا يقول ايش؟ واستعينوا ايش؟ بالصبر والصلاة. هذا الصبر عبادة لله عز وجل، والصلاة عبادة لله عز وجل، وبأمر الله عز وجل نستعين بعبادة الله عز وجل التي شرعها الله لنا، هذا أمر مشروع. لكن أن تطلب العون من ميت منذ مئات السنين وتقول له أعني على كذا، أو رزقني طفلا، أو زوجة، أو مالا، أو اشفي مريضي، هذا مثل هذا؟ أين هذا من هذا؟ لكن الخلط حتى يلبسوا على الناس. فانتبهوا، يوم القيامة ربنا جل يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من هؤلاء؟ الكفار. أما المسلم ممكن حتى لو دخل النار فبرحمة الله وفضله يتفضل على من شاء من عباد المؤمنين فيشفع لمن شاء، صح؟
في شفاعة عظمى للنبي صلى الله عليه وسلم ليبدأ بفصل ليبدأ الله جل وعلا بفصل القضاء، هذا المقام المحمود الذي وعد الله جل وعلا إياه ليس لأحد إلا واحد، وهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه شفاعة مشروعة، يشفع المؤمنون بعضهم البعض، تشفع الملائكة، يشفع الشفيع، يشفع الشفيع إن كان شهيدا لأهله، لسبعين من أهله. ففي شيء ممنوع وفي شيء مشروع، أما الخلط هذا بهذا ما يتضح العلم، وإذا قيل عند التفصيل يتم التحصيل. طيب